أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. على مر العصور يتم التعامل مع قضية المستقبل بطرق مختلفة، لكن لم يكتسب التعامل مع المستقبل تلك القدسية أكثر مما تعاملت معه النصوص المقدسة فيما عرف بالنبوءات. فكيف قدم لنا الكتاب المقدس نبوءاته عن المستقبل؟ هل استطاع الكتاب المقدس فعلا أن يقشع الضباب وأن يصبر غور المجهول، أم أننا نستطيع أن نقول أنه فقط نال شرف المحاولة؟ هل يستطيع المسيحيون اليوم بأن يؤكدوا بأن كتابهم حصل على البوم الحصري عن نبوءات المستقبل، أم أن البعض من النبوءات لم يتم من الأساس أو تم على أساسات خاطئة؟ هل الشك في مصداقية بعض النبوءات قد يقودنا إلى الشك في مصداقية الوحي كله؟ أعزائي، هذا ما سنستعرضه في هذه الحلقة، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة جديدة. كنا في مقدمة الحلقة بنستعرض فكرة مثيرة للجدل من الأفكار الكتير اللي بيحفل بها الكتاب المقدس عن النبوات. وبما أن الله الذي ليس عنده ماضي أو حاضر أو مستقبل، إذ هو خارج الزمن ينظر إلى كل الزمن في نظرة آنية واحدة، فالله يستطيع أنه يخبرنا بأحداث المستقبل. لذلك يسعدنا في هذه الحلقة أننا نستضيف معنا خادم الرب الأخ يوسف رياض، خادم الرب بكنائس الإخوة بمصر. أهلا بحضرتك. أهلا بك. ودكتور أسامة عاطف، أيضا خادم الرب بكنائس الإخوة، أهلا بيك. موضوعنا المرة دي أو الحلقة دي بيختص بقضية جدلية كبيرة جدا، وهي النبوات، ولا سيما أن النبوات تعتبر قراءة استقرائية للمستقبل. ببص عبر يعني إيه زي ما سماه حد تلسكوب الزمن عشان أبص على اللي جاي. فلو كان الكتاب المقدس وحي صادق وكامل كما نفهم، من المؤكد أن كل نبوءاته ستكون صادقة وتتم بحذافيرها وبالحرف زي ما هو واضح. خليني في الأول أخي يوسف أسمع من حضرتك، يعني إيه نبوة؟ نظرة كده على النبوة في الكتاب. كلمة نبوة لغويا معناها اندفاق أو فوران، والمقصود بها كتابيا أمرين. الأمر الأول أن الله يكشف الخبايا وأن الله يكشف المستقبل. فليس سوى الله يعرف أعماق قلبي، وليس سوى الله يعرف ماذا سيحدث في الغد. ولذلك فإن النبوة تعتبر هي كلمة الله التي تكشف خبايا القلب. إذا دخل إلى الاجتماع، إلى الكنيسة، غير مؤمنين أو عميين، ووجد الجميع يتنبؤون، تصير خفايا قلبه ظاهرة. لأن النبوة بتكشف اللي جوه قلبي، اللي أنا مخبيه عن أقرب للي الله عارف. زي بالظبط لما عمل الله المسيح مع المرأة السامرية وقال لها انت كان عندك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، قالت له أرى أنك نبي. فما يكشف المستقبل نبوة، والله وحده قادر على أنه يقول لك اللي جوه قلبك. لكن ما يكشف الغد والمستقبل أيضا نبوة، والله وحده يقدر على أن يخبرنا، زي ما قيل عنه في إشعياء 46، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. تمام. طيب دكتور أسامة، عندنا مشكلة إن الأحداث اللي حصل النهاردة كل الناس بتحاول تسقط بعض التفسير على بعض النصوص النبوية. أعرف منين إذا كان مثلا إشعياء 19 النبوة الشهيرة عن مصر اللي عمال تتردد النهاردة حتى في وسائل الإعلام، تمت ولا ما تمتش؟ هل النبوة بتتم على مراحل؟ بصراحة أسئلة يعني بتثير القلق عند بعض الناس، وعايزين نطمن كده، هي رايحة فين؟ النبوة بتبتدي إزاي؟ بتكمل إزاي؟ بالنسبة للنبوات وإيه منها تحقق وإيه منها ما تحققش، نقدر نقتم النبوات لثلاث أقدام. في نبوات اتحققت بكاملها بحذافيرها، ودي نبوات كتيرة مش قليلة، وده اللي يخلينا نقطع ونجزم بصحة الوحي وصحة الكتاب اللي قدامنا واللي بين ايدينا. لانه زي ما عرفنا من الاخ يوسف، ليس الا الله يعرف المستقبل. فلما تيجي نبوات في الماضي البعيد وتتم بمنتهى الدقة، يبقى الله هو اللي قايل الكلام ده. تمام. النوع الثاني من النبوات او القسم الثاني، نقدر نقول نبوات لسه ما اتحققتش احنا في انتظارها. نبوات تخص مجيء الرب الثاني وظهوره والى اخره من هذه النبوات.
لكن نقدر نشوف في قسم ثالث من النبوات اتحقق منه جزء وفي انتظار تتميم الجزء الباقي. أدي على سبيل المثال من سفر واحد وعلى فم رجل واحد، أقصد سفر أعمال الرسل وعلى فم بطرس، علشان نفهم الفرق بين النبوة اللي تمت بأكملها وبين النبوة اللي تم جزء منها وإحنا في انتظار تمامها. تمام. ففي أعمال واحد عدد 16 يقول بطرس للتلاميذ: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا. إذن بنفهم أن النبوة اللي قالها داود عن يهوذا تمت، لأنه بيقول ينبغي أن يتم هذا المكتوب وتم المكتوب فعلا. تمام. بعديها بإصحاح واحد ونفس المتكلم بطرس، علشان نعرف الفرق بين النبوات اللي اتحققت والنبوات اللي اتحقق جزء منها، بيقول ابتدي من عدد 15 من أعمال 2 وهو بيدافع عن التلاميذ: لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. ما قالش لكي يتم ما قيل بيؤيل النبي، لكن بيقول بل هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة إني أثكب من روحي على كل بشر. قال واحد من رجال الله إن كلمة الله مش رصة طوب، وهي فعلا كده دقيقة جدا. عندما تتعرض لنبوة تحققت يقول لك لكي يتم المكتوب أو لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، لكن لما يتعرض لنبوة بنشوف جزء منها تحقق وإحنا في انتظار إتمام للجزء الآخر، ما يقولش لكي يتم، لكن يقول هذا ما قيل بيؤيل النبي، علشان يدينا انطباع أن اللي إحنا شايفينه ده في يوم 50 مش كل اللي قاله يؤيل النبي ومش كل اللي تنبأ عنه يؤيل النبي، لكن ده جزء منه وإحنا في انتظار إتمام هذه النبوة. تمام. أقدر أقول عن نبوة أشعياء 19 نفس اللي أقدر أقوله عن نبوة يؤيل. ففعلا في أجزاء من أشعياء 19 تحققت بالفعل. تمام. وفي التاريخ المصري وبعد كتابة نبوة أشعياء بوقت قليل جدا، نعرف أنه في انقسام رهيب حصل في المملكة المصرية، والتاريخ الفرعوني يحكي لنا تحديدا عن 18 مملكة أو 18 أمة داخل الأمة المصرية انقسموا وثارت يعني حاجات كتير من اللي قالها أشعياء في أصحاح 19 حصل، لكن في أجزاء إحنا في انتظار تتميمها في المستقبل لما يكون أشور ومصر وإسرائيل الثلاثة بيعبدوا الرب، هنشوف دوت في الأيام الأخيرة. طيب أخ يوسف، يعني اسمح لي أتوجه لحضرتك بالسؤال ده لأنه مهم. هل ينفع نبوة تتقال على حاجتين في وقت واحد أو على موضوعين غير بعض؟ ولا النبوة بتقصد شيء محدد بعينه ولا تخرج خارج هذا السياق؟ مش حاجتين غير بعض، لكن ممكن يبقى حاجة وتلقي ظلها على شيء آخر من نفس النوع. يعني عايز مثلا تديني مثل زي إيه؟ يعني أنا لما أمسك هوشع مثلا أصحاح 11 آية 1 و2، هوشع من أسفار العهد القديم، وده حاجة من الحاجات اللي بصراحة محيرة. لو مسكنا هوشع 11 بيقول الكتاب آية 1 و2: لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. إيه رأي حضرتك إن الآية دي على إسرائيل في النص هو؟ تمام. لو مسكنا إنجيل متى بصينا لقينا متى اقتبس نفس النبوة وكأنه يتجاهل تماما السياق اللي ذكرت فيه في العهد القديم، وهو بيقول لما المسيح نزل مصر. لا، النبوة مش عن إسرائيل يا أخواننا، النبوة عن واحد تاني خالص، وكلام غريب. حاسس أنه بيلوي دراع النبوة. يعني حضرتك من عدد أو متى أصح 2 آية 15، أيوة، فبيقول: وكان هناك إلى وفاة هيرودس، أي كان المسيح إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. هو كلام على إسرائيل ولا كلام على مين؟ هو كلام على إسرائيل، بس في الحقيقة دي واحدة من روائع الوحي بقى. يعني إيه واحدة من روائع الوحي؟ إيه الرائع اللي فيها؟ أن المسيح أتى وأخذ نفس الخطوات التي أخذها شعب إسرائيل. فشل إسرائيل لكن نجح المسيح. يعني جاء لكي يعمل أبيض وأسود. إسرائيل أسود، إسرائيل شعب الله المختار صحيح، ومن مصر دعوت ابني،
وإسرائيل ابن البكر، لكن الله كان عنده البكر اللي هو مين؟ الرب يسوع المسيح. فجاء المسيح لكي يسلك في ذات الخطوات التي صار فيها إسرائيل في الماضي، فبدأ رحلته من مصر. وبعدين لما رجع نقرأ عنه في أصحاح 3 من إنجيل متى إنه اتعمد والسحابة كانت فوقه، ظللته سحابة، بيفكرنا بأن جميعهم اعتمدوا في السحابة وفي البحر، يعني زي ما إسرائيل اعتمد لموسى المسيح اعتمد بالضبط كروس الأولى عشر. وبعدين يجي 40 يوم في البرية مفيش أكل، الإسرائيل قعدوا 40 سنة في البرية بيطعموا بالمن، بس ما أبعد الفارق بين تذمرات بني إسرائيل في البرية وبين كمال الإنسان الثاني الرب يسوع المسيح. فالمسيح صار في ذات الدرب مع الفارق الكبير. عايز يقول لك أهو ده ابني بقى اللي بصحيح اللي وجدت فيه، اللي اتفتحت السماء لي، هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت. فصار المسيح في ذات الدرب الذي صار فيه إسرائيل مع الفارق، أن إسرائيل في كل خطواته أظهر الفشل، والمسيح في كل شيء أظهر الكمال المطلق. والجميل أن الكمال اللي هو بيعمله بيقوم يكسونا بيه، بيمتعنا إحنا بيه، يعني هو اللي يعمل الكمال وإحنا نعمل الفشل. ويقولك تعالى لما أكسيك وأدي لك كمالاتي وتحسب كمالاتي لحسابك أنا. طيب يعني مش حضرتك حاسس بنوع من الإجحاف والظلم لما يكون المسيح امتداد لإسرائيل؟ هل هو امتداد ولا هو إكمال ولا هو ناسخ لإسرائيل؟ يعني هو أنهي نوع من العلاقات؟ إذا كان العهد القديم بيتكلم عن إسرائيل بنبوءة تنطبق على المسيح ولا تنطبق على إسرائيل؟ فمعنى كده يعني عايز بس أحط الخط، أعرف الخط ينفصل عند المسيح ولا هو يكمل ولا هو ينسخ لا ينطبق هو إيه؟ على إسرائيل ليه؟ لا ينطبق على إسرائيل، لأنه إذا كان حضرتك لا تنطبق على إسرائيل تاريخيا تنطبق، لكنها روحيا لم تنطبق. حضرتك بتقول كلام غير كده. أنا ما قلتش غير كده، أنا قلت نفس الطريق اللي ماشى في إسرائيل جه المسيح وذار درب ذاته مع الفارق عشان يوري. زي بالضبط لما تروح لإنجيل لوقا تلاقي بيعمل لك مفارقة بين آدم والمسيح. آدم اتحط في جنة، المسيح اتحط في برية. آدم اشتهى، المسيح لم يشتهي، حتى كان جعان. آدم عنده من جميع شجر الجنة كله، لكن ما تعملش دي. هنا مفارقة وليس ناسخ ومنسوخ ولا امتداد. لا مش امتداد طبعا. امتداد كيف بقى هيجي ربنا ويبقى امتداد لإسرائيل؟ لا، ما انا مش بقول كده، انا بقول ان النبوة اللي حضرتك يعني احنا قررنا نبوتين ببعض، نصين ببعض. النبوة عن إسرائيل تمت وتمت في المسيح ايضا. ليه؟ بأي وجه شبه او بأي رابط؟ ان المسيح نسمي الرابط بس. ما هو عنده الله كان عنده اثنين يتسموا ابن ادم ابن الله مش كده؟ لقى 3 اخر آية. والإسرائيل ابن البكر ده من أيام موسى راح لفرعون وقال له إسرائيل ابن. بس الله عنده بقى الابن الوحيد اللي هو مين؟ المسيح. فجاء المسيح لكي يكون في موضع المفارقة بين آدم وإسرائيل. آدم فشل، بس آدم طبعا احنا كلنا في آدم، وإسرائيل كعينة تانية محاولة تانية، وإسرائيل فشل. ولو كان عمل ربنا 200,000 محاولة برضه النتيجة واحد لإثبات كمال المسيح. تمام، أشكرك. أقول كمان إنه دي واحدة من روائع الوحي، وحدة موضوعه. فالكتاب كله بيتكلم عن موضوع واحد، هو شخص الرب يسوع المسيح. هوشع لما كان بيكتب عن إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوته ابني، الحقيقة مش كان بيقول نبوة عن إسرائيل زي ما حضرتك بتقول، لكن كان بيقول تاريخ عن إسرائيل. يعني هذه الآية مش نبوة عن إسرائيل تاريخية، مش نبوية، لأنه بالفعل الرب كان دعا إسرائيل من مصر ومن مصر دعوته ابني. لكن كلمة الله لها طابع نبوي، يعني حتى الكلمة التاريخية لها طابع نبوي، علشان كده يقول الكتاب عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. الكلمة النبوية الكلمة ذات الطابع النبوي. مش بس كده، لكن خليني أقول لك كمان أنه في أشخاص قالوا كلام نبوي ويمكن ما يعرفوش
ان دي نبوة. اديك مثال بقيافة اللي قال انه افضل يموت واحد عن الامة، وقال كده عن المسيح، ولانه كان رئيس كهنة كانت نبوة. وبالتالي هوشع وهو بيحكي عن اسرائيل ومن مصر دعوت ابني، وبيتكلم في التاريخ، نفهم بعد كده من انجيل متى والطابع النبوي للي كتبه هوشع ان الكلام عن المسيح. وكأن الله ما فيش قدامه ما يثر قلبه ويشبعه الا المسيح. طيب اشكركم للاضاءة، المحكمة اتنورت. عندي مشكلة تانية، هل ينفع يكون في نبوة اتنست؟ لا، يعني لا. الله قال نبوة وما اتكتبتش، وفجأة واحد افتكرها في حتة تانية خالص بعيد عن النبوة، فتطلع ايه يقول لك دي نبوة. يعني هل ينفع اجيب حاجة ما اتكتبتش واعتبرها نبوة واحطها في الكتاب؟ عندي مثل من نفس متى اصح 2، طالما انتوا دخلتوا في متى 2، حضراتكم لما ترجعوا لمتى 2 آية 22، او خلينا ناخد من آية 19 لاخر الاصحاح، الملاك اللي ظهر ليوسف وقال له خد الصبي وامه واذهب الى ارض مصر، هو نفس الملاك اللي ظهر ليوسف في ارض مصر وقال له خد الصبي وامه وارجع الى اسرائيل. الكتاب بيقول هنا من آية 22، ولكن لما سمع اي يوسف الصديق اللي هو كان خطيب العذراء مريم ان ارخيلاوس يملك على اليهوديه عوضا عن هيرودس ابيه، خاف ان يذهب الى هناك. واذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل، وبعدين يقول واتى وسكن في مدينه يقال لها ناصره، نقطه، لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. حضراتكم تتخيلوا أنني بحثت عن هذه النبوة في كل العهد القديم ولم أجد نبوة تقول أن المسيح سيدعى ناصريا؟ جت منين دي؟ المشكلة عندك، ما لقيتش. طب طلعها لي حضرتك وكده تبقى خدمتني. شوف أولا قبل حطلعها لك 14 مرة بس. لكن قبل ما أطلعها أقول أن شوف تلاحظ عجب ودقة الوحي. يعني مثلا في أصح واحد عدد 22، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل، وبعدين هكذا مكتوب بالنبي متى 2:5، وبعدين لما نمشي في متى 2 برضو عدد 15، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت النبي القائل. لما نمشي عدد 17، حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي، يبقى كلام هنا في نبي قال كده. لكن لما نوصل للآية اللي حضرتك تفضلت وقلتها، يقول لكي يتم ما قيل بالأنبياء، مش نبي قال عبارة، لكن ما قيل بالأنبياء. ما الذي قيل بالأنبياء؟ إنه سيدعى ناصريا. كلمة ناصرة، ناصري اللي هي البلد اللي اتولد فيها المسيح، الناصرة الموجودة لغاية النهاردة، نعم، معناها غصن. لأن المسيح في 7 آيات في العهد القديم يسمى الغصن، على سبيل المثال إشعياء 4، إشعياء 11، إشعياء 53، إرميا 23، إرميا 33، زكريا 3 وزكريا 6، 7 مرات في العهد القديم أنه الغصن. يعني الغصن هو ده اللي فيه حياة، غصن. لكن كلمة الناصر تحمل أيضا معنى آخر سلبي، وفي نظر الله غصن. طب وفي نظر الإنسان إيه؟ محتقر ومخذول من الناس. ليه جبت قلت ان الناصر محتقر؟ في يوحنا 1 في لبس لقى واحد من قانا الجليل، يعني جيران للناصرة من قانا الجليل، قال له مش لقيناه الذي تكلم عنه موسى في الناموس والانبياء؟ قال له مين؟ قال له يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. اول رد فعل من نثنائيل، قال له يا راجل افتكرتك بتتكلم جد. قال له ما انا بتكلم جد. قال له هي الناصرة تطلع حاجة عدلة؟ أمين الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح؟ قال له تعالى وانصر. فكانت الناصرة موضوع احتقار. وهل كان المسيح موضوع احتقار في الماضي؟ أقول بكل كسرة قلب كثيرون اليوم، آلاف ربما ملايين، يحتقرون المسيح لهلاك أنفسهم. النبي إشعياء 53 قال محتقر ومخذول من الناس. حجر مرفوض من الناس لكن مختار من الله كريم. فهنا نظرتين متباينتين، في نظر الله هو الغصن، وده 7 مرات يتقال عن الغصن، في نظر البشر المحتقر المرفوض اللي لغايه النهارده رافضين. يعني حضرتك وافقتني انه النص ده مش موجود مش موجود النص، ايوه، لكن موجود كمعنى
وموجود كلاهوت وموجود كفكر. وعشان كده ما قالش النبي لكن الأنبياء. الأنبياء يعني فكر النبوة بيقول كده. أستوحي من كلام حضرتك أن المسيح عندما كلم تلميذي أمواس مثلا في لوقا 24 عما كتب عنه في موسى والأنبياء استدل على بعض الأمور من الكلام اللي مكتوب ده أنه سيدعى نصريا مثلا. يعني لازم نميز ما بين نصوص آيات تتم وفكر الكتاب المقدس. فكر الكتاب المقدس مش هيختلف عن النصوص، لكن أحيانا بتلاقي الفكر موجود لكن ربما يعوزك نصا. لكن طبعا النص انه ناصري او انه غصن موجود، والنص انه محتقر موجود. طيب الوقت دهمنا واحنا يعني الموضوع مازال له امتدادات كبيرة. في نهاية الحلقة اتوجه بالشكر الخاص والعميق للأخ يوسف رياض خادم الرب وللدكتور أسامة عاطف. قضية النبوات لم تختم في برنامجنا، لها امتدادات وحلقات أخرى، لكن في نهاية الحلقة أستطيع أن أقول أنه عندما نفهم معنى النبوة وعندما نفهم مراحل إتمام النبوة الماضي والحاضر والمستقبل وأبعاد النبوة الحرفية والروحية من ناحية التطبيق، نستطيع أن نفهم ما قيل بالنبوة بشكل أفضل، مما يزيل اللبس عن بعض الأمور التي تبدو متناقضة أو تبدو غير مفهومة كتابية. في نهاية الحلقة أتمنى تكون عزيزي المشاهد تابعت معنا الموضوع، أتمنى أن لا نكون قد خاطرنا بالدخول في مناطق محرمة أو يعني مناطق شائكة في الكتاب، إذ أن الكتاب واضح وبسيط وسهل لكل من يريد أن يفهم. إذا كانت عندك أسئلة نحن نرحب بأسئلتك على الموقع الذي سيظهر على الشاشة وعلى الفيسبوك اللي موجود معنا. احنا بنصر جدا بأسئلتكم، وأسئلتكم هي اللي بتعمل برنامجنا وبتديله إثراء وبتديله إضافة. في نهاية الحلقة مرة أخيرة أشكركم وإلى اللقاء.